يلا يا ميدو. يلا شوف يا عفيفي، والله طب خلق بايدي، شوف حاجات بسيطه كده عشان انا عارفاك حرش وتحب الحاجات الحرش. يلا وانت ممكن تاكلي برضه مش مشكله. ممكن تدوقي. شايف التعاون؟ ايوه انا بتعاون، مش باكل لما بطبخ. ما بطبخ وبتاكل، ففي تعاون فعلا. انت ايه ما بتتعاونوش؟ لا اهو بتعاونش. بتطبخ حلو جدا. بتطبخ حلو؟ بص ابتديت اتضايق، ابتديت نفسي ابتديت اقفل، ابتديت جسمك تقفل. تعالى يا مجدي خد الشوك يلا. طب نساعدكوا طيب؟ لا 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 خليه صاحب ضيوفه كده. في مكان تاني للطبق؟ لا انت جبت واحد رز بقى وكنا حطينا لهم بتنجان، يمكن يكون بيحب البتنجان. ماشي صح؟ خد ده معاه. خلاص انا هاخده. تعرفش تشيل كتير مع بعض، امشي يلا. امشي الا تتكفى على وشك، مش ناقصه اقعد امسح انا بقى. تعالى شيل الرز ده. خد يلا يلا جالك البتنجان. بصوا بقى عامله لكم حاجات خفيفه قوي عشان ايه؟ الدايت. الدايت عفيف الاول، عفيف الاول. ما تستعجليش. انت مديني سكينتين، واحده يا جد. ده اكيد دي علامه. دي علامه والله. دي علامه، علامه تخلص السكينتين يعني زوجتين صح. الراجل اللي يطلع له سكينتين يبقى هيتجوز اثنين صح. وانا مش معترض. اتفضل. خلصي. يلا بتحب تاكل ايه بقى يا عفيفي قول لي؟ تاخد مقاسي؟ مش عارف. بحب اكل ايه من ده ولا بحب اكل ايه في ال؟ لا قول لي عموما وانا بس اديك عشان احدد. هديك اعملك سندوتش من ايه؟ انا بحب اكتر اكله بحبها الستيك، الفيليه. الفيليه؟ فيليه ايه؟ فشه؟ ممبار؟ لا طب يبقى الممبار اهو من ايديكي كده مره. طب اديه لك في بقك؟ ايوه طبعا. يا لهوي والله العظيم. عندك خد خد اقعد، انا اللي هاكلك. اقعد ما تتهورش. على فكره هو كان جاي ياكلني. اقعد. ما انا خدت بالي من الحاجات دي عشان كده رحت مرجعاه. ايوه. وايه تاني طيب قول لي؟ ممكن تاكلي طحينه، بيحب الطحينه. طب يبقى نعمل له سندوتش بقى. بصي بيعشق البتنجان بجد. لا لا ده انا بتقول لي معلومات غلط. دي مش سهله. شوف وانا اللي قلت هنتعاون سوا. شركه مساهمه مصريه. ها بيعشق البتنجان. اديله حته بتنجان. يعني انت مالكش في الفشه والكرشه والحاجات دي؟ لا ممكن كبده جدا. اهو كبده اهي. بطحينه هايل جدا. لا انا دي مش كبده. استني بس عشان انا دي مش كبده، انا مشغله غلط. دي كرشه. انا دي كرشه. دي فشه. عارف الفرق بجد ولا بتهرج؟ والله فشه. يعني ايه اللي هي بطن السندوتش صغننه اهو كده. حاجه صغننه. كل يا هو ده ملوش لازمه. انا باكل اهو. النبي عربي كده. وانا احب الراجل كده اللي على طبيعته. يا لهوي. استنى انا اكلك. احنا لو انت في وقت واحد ماشي يلا. طب انا كده في فرحنا. اكلي بقى. اكل اكلتك في فرحنا. احنا عملنا كده. انت بتعرفي تطبخي ايه؟ ايه اللي انت بتحبي تطبخيه؟ لا كله مرق. احلى اكله بتاعت هو بيحبها. لا هو هو يقول ايه احلى هي أكلة. جايبه جول في الفيليه جدا يعني اكني قاعد في ريستورانت. ريستورانت يعني ما حصلش. شوفي قالها ازاي. ريستورانت. انت قلت ايه بقى؟ ريستورانت. انا سمعتها ستورجي. يعني هو عارف ستورجي. لا انا والله متعلم. لا ما حصلتش. وبتعمل سلطات وكل يوم شكل يعني ما اعرفش. ريحي نفسك يعني مش هيجيب معاه نتيجه بقى البتنجان خالص. المنطقه دي مش بتاعتي الصراحه. بس ممكن يا خساره الجوازه باظت. ممكن اخليها تبقى بتاعتي. بس انت ممكن تجرب. يعني مالكش في الحاجات دي؟ ايه؟ مالكش خالص في البتنجان؟ لا ليا يعني بس في حاجات معينه. حاجات مالكش فيها؟ لا اوقات يعني ممكن كده وزبط. ان شاء الله هيشوفك. ان شاء الله هيشوفك في الجواز. طب ممبرايه يعني كمان بقى من ايديك؟ امال من ايه؟ بقى عايز ايدي انا والله. بس عايز ما تسكت. ماشي خلاص. طب قولوا لنا ايه اكبر خناقه اتخانقتوها بقى بعد الجواز؟ بسبب الطبيخ. بجد؟ اه وحياة ربنا بجد؟
في رمضان دي لما قلت لك انا قضيت لا انا مش بص انا بطبخ حلو بس انا مش عشاقه المطبخ ان انا اقعد في مكان انا بتخنق من ال هي كانت مقفوره شويه واول مره بقى اعيش جو البيت يعني انا مثلا ايه كنت ادخل اجيب الحاجات على القد دلوقتي انت جبت البيت كله يعني هو كل التفاصيل بقى واصناف كتيره وبتاع قعدت لها 10 ساعات وما كنتش يعني. لسه بتعلم يعني بعد كده اتعلمت اللي هو في حاجات تجهزها تكون موجوده اصلا اوريدي عندك دي ما كانتش عندي فانت كل حاجه بتعمليها من صباح الخير هنقشر البصل صباح الخير هنفصص الثوم عارف كل حاجه من البدايه عندي فاليوم ده كان في رمضان ففي فطار حضرت الفطار قعدت طبعا اطبخ من الساعه 11 الصبح خلصت على الاذان جاء كان الفطار الحمد لله وقعدت اتفرج على التلفزيون بكل براءه وانا دخلت في بقى اطباق المسلسل بتاعها ما كانش عندنا ما عنديش شوفي بيشوف شغلك يعني استني بس مش مهتم بيكي طيب استني بس احكي لك بقى فدخلت بقى بشيل بقى الحلل وال كل الحاجات دي والاطباق وغسيل وبتاع خلصت الساعه 11 وشويه خرجت اي مش هسحر داخله المطبخ تاني ابتديت بقى يعني انت باليوم ده من 10 الصبح لغايه 11 بالليل من 11 ل 11 تقريبا 12 واحدة بالليل كده خرجت قلت له لا انا مش هعيش حياتي في المطبخ انا عمري ما هقعد جوه في عادي انت محسساني لو يوم عادي بقى وفي فطار وغدا وعشاء لما افطر وسحور وخلاص ومش طايق انا لا 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 مش ما لا, لا 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 انا ده انا مادي بياكل 10 طقات في اليوم ده ربنا يسهل يعني ده الراجل فطار وسحور وانتوا نفرين لا لا مقفوره على نفسك ليه؟ لا ما خرجت قلت لك انا مش هعيش حياتي في المطبخ وقعدت عيطت وحسيت ده انت اتخانقتي مع نفسك كده انت كانت خناقه مع نفسي اللي هو انا قاعده بقالي 11 ساعه جوه في المطبخ مش شايفه غير بوتاجاز والحوض والاطباق والبصل والبتاع وانا قاعد بره بتفرج على التلفزيون واعملي لي شاي يعني شوف انت عسل نسيت قلت لها انا مش فاكر هي شوف نفسها جعانه انت عايز واحده تهنيه صح عايز واحده بفكرك بس عايز واحدة تساعدك في هو في أكتر من كده في بتدعي عليا طب سيبنا من الجواز شوية أنت بقى إيه أنا عارفة إن في واحدة مطلعة عينك وكانت مستقصدك كده هوت في مسلسل وحطاكي في دماغها حلوة كده ها نجمة ماشي. كبيرة وطويلة ليه بقى ها والله ما اعرف انا بقى بصي الكلام ده مسموع وليس مرئي يعني شالت مشاهد شالت ده كل ده كله اتقال لي يعني لا اتقال لك انت مش عارفه تشتغلي ما خدي بالك الورق ما كانش بيجي لنا الاول كمان مش مشاهد متصوره يمكن قصدك مش مشاهد متصوره لسه ما اتصورتش مش مشاهد متصوره طب وانت ايه كنت حاسه بايه بقى؟ لا بصي انت بتبقي متضايقه انك داخله تعملي شغل حلو وحابه انك تكرمي الناس اللي اختاروكي ورشحوكي بس ربك كريم وكبير طب لو جالك عمل تاني انا عايز بس اقول حاجه هي مش يسرى على السنه اللي فاتت لا لا يعني مش يسرى لا طبعا فانا بس عشان لا لا طبعا دي عسل دي اللي بتساعد الناس كلها انا بحب يسرى حب غير طبعا تحيه كبيره ليها لا بالعكس يعني يسرى وخلي بالك هي التانية برضو كويسة بس انت محلوة وهو دايما كده البنات الحلوة مع الحلوة ما يتقوش بعض يعني عشان كده انا تلاقيني بفلت في اي لوكيشن عشان كده اوه مفيش اي حاجة عادي لا يا شيخة ده انت حباني خالص ايوه طب قولي لي عمري جالك مثلا ورق او دور كان عاجبك قوي وهو قال لك لا مش هتعمليه هو لغاية دلوقتي لا هو عنده تحفظات على حاجات في الادوار خلاص يعني عنده تحفظات هو كان واخد عني انطباع مش كويس بحكم الادوار اللي انا اللي بتعمليها فهو خايف يكون الشعب او الجمهور راسم نفس الصوره مع ان احنا عارفين طبعا ان في ناس مدركه ان ده تمثيل وفي ناس فعلا بتعيش مع الشخصيات يعني زي ما انا كنت فاكره ان زكي رستم ده شرير جدا تمام لو كده زكي رستم ده مرعب بالنسبه لي بس هو لما اما جينا اول ما نتجوز حط تحفظات على بعض الحاجات انا اوريدي عملتها في اعمال فانا مش عايز الناس تاخد عنك هذا الانطباع بالرغم ان التمثيل مش كده التمثيل كل ما انت بتتقمصي شخصيه تبعه بس ثانيه واحده بس انا اول لما شفت نجله كنت شايفها ايه بالظبط انت ابتديت من الاول كنت عايز انا نفسي كنت عايز ايه كنت ايوه بالظبط بس هو انا كنت مختلفه معاه في ايه ان الممثل بيمثل كل ومش ده اللي هيدي انطباع انا كويسه ولا مش كويس لان في الاخر الناس لما بتقابلك بتقول عليكي انت انسانه كويسه او محترمه دي ادوار هي فاجئتني صراحه فلازم افصل ان دي مهنه
صح. ودي وبالعكس ده انت كمان ما شاء الله يعني دي شطاره ان انت وصلتي الناس ان هم يصدقوا، فدي شطاره انك المفروض على المفروض ان انا غير صح. صح ربنا يخليكي صح. بس في نفس الوقت حطيت تحفظات لحاجات انا لاني اصبحت مسؤوله عن مسؤوله منه او اللي هو تحمل صح. اسمه طبعا يعني مش بس اسمه هيبقى بعد كده اسم اولاده، فانت عماله تفكر في تكوين كامل صح. انك مش عايز تعمل حاجه تتاخد عليك في يوم من الايام يتقال لا ما انت مش عارفه الناس بتبص ازاي برضه. اتفضل يا عبد. من غير تحفظات عايزينكم تغنوا مع بعض اغنيه دويتو، يلا. ايه رايك عجبك؟ لا احنا تشغلوا معايا وانا بحرك شفايفنا ينفع؟ لا لازم نغني. تغنوا. انا عماله اغني يا جماعه اسمعوا بقى. لا لا يعني اعمليها ما تعملهاش. تعالوا يا جماعه ميرسي يا جماعه. لا ايوه غني له حاجه، هو يغني لي حاجه. هو في اغنيه عفيفي بيحبها اصلا. ايه يقول لعفيفي وبجد بجد. لا 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 عسيلي هو اللي غناه، وانا بجد بحب عسيلي من زمان، بس انا بجد بشكره عشان قصه حبنا جت مع الاغنيه دي. الله هو الميكروفون معاكي انت. انت لا انتوا الاثنين مع بعض. طب احنا نغني معاكم. على فكره انا صوتي وحش جدا. لا فلو سمعت ده في الخلفيه. لا 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 غني مفيش مشكله. احنا عندنا لا المخرج صاحبنا وهيظبطها. ما انا بقول لك عايزه مزيكه ايه؟ قولوا لي الاغنيه. اغنيه يا ناس. يا ناس يا سيدي. طب يلا ممكن تنزلوا لنا مزيكه يا ناس عشان يغنوا معاها؟ لا انسى، انت هتكرهنا وهتكره الاغنيه وعسير احتمال يعتزل لو سمع الاغنيه منك. لا بس هتغنوا تسمعونا صوت. ايوه ايوه احنا هنديها لكم. انا ممكن العب في امشوا معاه. ماشي يلا. يا ناس شفتوا حلاوته يا ناس. ايوه عنده جيب بس من غيره لا يتباس، وخلي حلو كده خلي بيردي عايزين نفر راسي يا ناس. ايوه بقى انتوا حلاوته يا ناس، لقيت بس من غيره دايب بس، وخلي حلو كده خلي بيرني عشان افرط فيه، عايزين نساء افرط رجعنا لكم بعد الفاصل. وقبل ما ادخل في الفقره دي انا عايزه اسيب لكم الحكم، والحمد لله ان هم قعدوا جنب بعض عشان ما حدش يقول ان انا بفتري عليه. شوفوا المنظر وشوفوا المنظر، شوفوا الشكل وشوفوا الشكل بالظبط. هو هو ليه نفس الموضوع؟ ايه ده؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ انت بقيتي فين؟ الراجل هيمسك فيا، مش هقدر. لا دي على امها. عارف تعمل ايه؟ ها قول تعمل ايه؟ اللي انت تأمري. ايه يا باشا؟ ما تسلمهاليش يا باشا. دلوقتي هسألك مثلا سؤال وانت تكتب الاجابه من غير ما تقولها، وانت كمان تكتبي الاجابه، اوكي؟ هكتب بعدين.
لا هتكتبي بحبك يا فيفي. مش كل دي ولا نقطه. طب خلاص هاخد اديني نقطه. ايوه وبعدين نشوف بقى. ونفس الموضوع مادي يسال نجله ونشوف انتوا التوافق ما بينكم. طب يا فيفي ماشي بصي لي. ها بصي. لا مش عايزين غش. طب ماشي انا ما قلتش حاجه. اتفضل. اول سؤال طبعا لازم يكون لعفيفي. اهلا وسهلا. اخر مكالمه على تليفون نجله من مين؟ صباح الفل. بصي بقى اكتبي على طول ما تقعديش تغششي. خلي اكتب. مش عارفه اكتب. ده كويس الخط ده ولا امسح واكتب اكبر؟ بس يعني حلو بس الاسئله كتير يعني هناخد الصفحه. لا انا نمسح. انا مكالمه عملتها. اوكي كبير عشان تبان. ماشي كتبته خلاص. ده غير المكالمات اللي بتمسحها من وراه. ماشي يلا نلف بقى. 1 2 3 لف يا عفيفه. لف. سلمى وهدان. اه انت ده هو اللي صح. هي اللي نسيت اخر مكالمه عملتها. صح. هو صح. خسروا اول نقطه. والسؤال الثاني المدودي. السؤال لنجله. نعم. سؤال سهل بقى. عفيفي لابس فانيلا ولا لا؟ انا اللي اقول لك انا بقى. مش باينه لو هي لو هو كان لابس. انت ممكن تسال مهندس الصوت عشان هو اللي لابس المايك. يلا يلا نلف. هو ما بيحبش الفلنات. واول نقطه الفلنه عفيفي. في حاجه تانيه في الغيارات الداخليه هنسال عنها. ممكن. الله اعلم. السؤال لعفيفي القمر. قول لي نجله مثلت كام فيلم ومسلسل بالظبط؟ يلا. انا اسكان. انا ما اعرفش كام مسلسل. ده انت عايزين اقعد احسب كل ده؟ فيلم ولا مسلسل؟ خلاص كام مسلسل؟ لا صعبة قوي. انا ذات نفسي احنا عايزين اصلا مجموعة انت تقعدي تفرهم لنا. انا ضربت الرقم في يعني لا في التقريبي كده. ها طب احنا ننام ونيجي بكره؟ اه تكوني ذاكرتي؟ اه بجد؟ اه والله. لا يعني كده بالتقريب. بالتقريب المجموع مش لازم تكتبي اساميك. بالتقريب بتكلم في ده. طيب يلا يلا نلف. ورينا يا عفيف. فيلم واحد و10 مسلسلات. هي كتبت بالتقريب 14 فيلم واحد وكانت لسه هترص المسلسلات ما لحقتش. بس برضه هم كده خسروا. لو كان هو كتب 14 كان يبقى عارف عنها. بس واضح ان هو مش ملم بحياتها ومش مهتم بيها. بتحاول تهدا. ناقوس خطر يدق في حياتها الزوجيه. لم نفسك. مش هنقول حاجه. يلا كده واحد. السؤال لنجله. نعم. ايه اخر فيلم اتفرج عليه يا عفيف؟ اكتب. انا ما اعرفش اخر فيلم. لا كان اسمه ايه؟ انا انت هتقولي له. ما كنا مع بعض. هو كان واحد. ايوه اللي كنتوا مع بعض فيه. ما يتنسيش. ما فاكراه بس. بجد؟ سينما بقى. شفنا في السينما. الله. خلاص. لا خلاص كتبت. انت رحت سينما. انا قعدت في البيت بصراحه. كنا شايفينه في البيت. لف يا عفيف. طب استنى في البيت. لا لف خلاص بينا. طب انا رحت. هي صح. ده اللي شفناه. لا ده اخر فيلم شفناه في البيت. ده اخر فيلم في البيت. وده اخر فيلم في السينما. ده صح. هو انا ما قلتش في البيت او في السينما يعني. بس ده اخر فيلم في البيت وده اخر فيلم في السينما. شوفي انا هديكوا نقطه بس عشان خاطر عيون عفيف. حقيقتي ما اقدرش اخسره كل ده. وتاني نقطه عشان خاطر عيون عفيفي. وسقفه جامده قوي. بس بجد هو اخر فيلم في السينما ده اخر فيلم في البيت ده. خلاص يبقى انتوا الاجابه صح. تمام. قول لي يا عفيف. لا قول يا عفيف. لا يا عفيف. اسم عم بابة نجلة. ايه؟ عم بابة نجلة يعني ايه عم بابة نجلة؟ عم باباكي اسمه ايه؟ اذ كان انا معرفوش. لا هو لازم يعرف شجرة العين. والمصحف معرفش. عم بابا. امال هو يخش في جوازها كده ما يعرفش. عم ابويا. ايوه يا عم. قوم يا ابني تعالى نمشي. لا استنى. قوم يا ابني جايه ناس تخسرها. عم انا معرفوش. مش لازم يبقى عارف عيلتي. طب انا عم بابا اسمه ايه؟ فتحي. اهو شفتي بقى؟ طب انا ما انا ما انا تصدق ان انت كدبت. ليه اسالها مش فتحي؟ ايوه يا جماعه حبيبي حبيبي. أبويا ما كانش عنده عم. أصلا؟ يلا. طب في اختيارات؟ أبويا ما كانش عنده عم وثبتي. كنت تكتبه؟ لا. طب خلاص أسأل سؤال تاني. الاسم عم بس كم عرفوه؟ ما شفتوش. مين آخر صاحبة نجلة اتخانقت معاها؟ ما بتخانقش. لا بتتخانق. اسألي. شديتي معاها. أنت شديتي شعرها وبهدلتي. ده عمري. لا ما عنديش. خناقة خفيفة كده. طيب. جت وقالت لك أنا زعلانة منها أوي. أوي. مين؟
اهو هقول الاسم الاول بس. طيب زعلانه منها قوي؟ اه اكتبي. عملت لك كروب. ايه؟ اه لا دي كده وحشه، دي وحشه يا نهار اسود، احنا فضحناها. دي وحشه. المهم مش لازم تكتبي الاسم الثلاثي يعني. اه يلا واحد اتنين تلاته. انا اسمي دلع. جيهان ليه يا جيهان تعملي النجله كروب؟ انت تطولي تبقى معاكي في صوره دي قمر، وكفايه انها من ريحه عفيفي يعني، هي مش جايه لك لوحدها. ده ايه ده؟ ازاي تعمل كده؟ طب السؤال لنجل، عفيفي اتخرج سنه كام من الجامعه؟ اكتب يلا يا عفيف. وهو سهل عليه. خلاص يلا اللف. اوه نقطة 98. على فكرة أنا ما أعرفش عمري ما سألت السؤال ده بس خمنت. طب يلا هسألك يا عفيفي وقولي. نجلة لو ما كانتش فنانة ومذيعة كنت تحس كده إنها هتشتغل إيه؟ بجد؟ آه. ايه ده دكتوره؟ ما هو كله فن برضه. هو ده اسمه فن يا راجل؟ لا ده ذكاء، ده بيغشش. اه ده هما بيغششوا بعض من بدري. فين ده؟ يلا لف ولف وما لف. نشوف. آه تقريبا مختلفين. مهندسه ديكور وفي الدعايه والاعلان اهو. انا ما جبتش حاجه من عندي اهو. انا وانت مش عارفين يجاوبوا زي بعض اهو. دي علامه. هو يا رب. هو دي علامه. بشتغل في الديكور. يلا اسالها يا مندوب. السؤال الجاي لنجله يا رب. اسم جدته ايه؟ اسود. ليها اسم معروف اسمها ايه؟ طب اكتبي عبير. اكتبي عبير. عبير ايه اللي عبير؟ اكتبي اي حاجه. اكتبي اي حاجه وانا هقول اه. انت كاتب. هاتي انا اكتبها. ما كانتش عارفه اسمي. هتعرف اسم جدتي. صح صح. يعني هي ما كانتش عارفه اسمي ايه. هتعرف اسم جدتي. على رايك صح. طب اكتب بقى. ده اسمي وسلامونا للحاج ام محمود وانا اعرفكم ان عباس دخل الجيش. كل اما زينب وعيالها. انت بتكتبي شجره العيله؟ طب ايه؟ ماشي يلا ورينا. ماشي. حرقه دمك وقهرتك. مامة اجمل ام جابت لي اعظم راجل عفيفي. لا ده احنا نسمع زغروطه بقى. ان كيدهن عظيم. أو ده وانا دي نقطة عشان خاطر مامة عفيفي، ونقطة عشان خاطر جدة عفيفي، وتلات نقط عشان خاطر عفيفي، وهعتبركم كسبتوا معانا في اللعبة دي، وألف ألف مبروك بقى. المصحف مع سيدي. والله مع سيدي. بقى والله مع سيدي عشان هم عندنا في البيت. طيب هنروح للعبة التانية، بس دلوقتي بقى احنا هنبقى فريق وانتوا فريق. سيبي بقى البرج دي يعني. اروح لجوزي؟ لا خليكي معايا. طيب ماشي. انا وجوزي قدام بعض وانت وجوزك قدام بعض. ماشي. اللعبه عباره عن ايه؟ الكروت دي فيها صور تمام. فانا هوري ماجي الكارت من غير ما انا اشوفه، فهو لازم يشرح لي ايه اللي جوه الكارت، وانا اقول ثلاث تخمينات. لو في خلال ثلاث تخمينات ما عرفتش ايه اللي موجود ابقى انا خسرت. اوكي هنوريكم. هتفهمي. ثواني بس مش فاهمه. هتفهمي من هتفهمي دلوقتي. فهمها بطيئه. فهمتها بطيئه. ايه زمان وانا صغننة شوشي كنت ايه؟ كنت رفيعة. اه بكتب براية. ايوه كده. ايوه يا شوشي. يلا امشي بقى وري عفيف. وانت مين اللي هيمثله؟ هو اللي هيمثله. هو هيشوف الرسم. هتمثل انا؟ ايوه. ما تشوفيها. ما تشوفيها. ارفعيها كده. أيوة. لا بالسلامه بقى. لا توحشني يا حبيبي. لا لا خد شيماء خليك مع طبق واحسن خالص. لا ما تتكلميش بقى. طيب ماشي. ساعه زمان كده. ساعه كده. ساعه كده. ساعه مروحه. عمل كده. امال لو عمل كده انا شايفاها زمان كده تكييف. حليتها ولا ما حليتهاش؟ صح حليتيها. هي هيعمل ايه بقى؟ اتفضل يلا انت بقى وريني. انتوا العبوا. طيب اتفرج عليكم. احنا هنلعب بعدكم بالدور كده. تمشي كده يلا. اه شوف يا صباح. ده اجيبها منين دي؟ اوعي تشاوري على ماجي.
اوعي ازعج مني. ما حدش يستخدم تخين. بلاش الكلام ده، بلاش الكلام. ايه؟ اهدى اهدى اللي ورا. الله الله الله. لا لازم تحدد. اهو اهو راح ابعد ليه؟ انت مالك يا انت؟ مش هتضلي مش هندى حياتي. يس يس. وريني سيد دي قشطه. معك الرب. ايوه زمان. احب احب احب. واحنا على البحر بنسمع ده فين يعني؟ انتور. ايوه بقى. ما اتكلمتش. ما قالتش حاجه. اقول العيال دول غشاشين. وبما اننا احنا كسبنا وهم كسبوا فدلوقتي الموضوع بقى صعب جدا، بس لسه قدامنا اخر حاجه اللي هنحكم عليها بيهم. انتوا هتمسكوا البورد الحلوه الجميله دي. اتفضلي. اوكي اتفضلي يا استاذه عفيفي. اتفضلي يا نجله. اتفضلي. الاستيكه. امسكوها كده وبصوا لبعض، ارسموا بعض بشكل تخيلي. يلا. انا مسح. انا هشتغل بشكل رمزي. ايوه ماشي. دي ايه دي؟ بصله دي ولا اللي انت رسمها دي؟ انا نفسي اشوف ملامح. مهمه يعني الملامح دي؟ هو في غير ملامح يا اختي؟ عليه وعلى ملامح. يخرب عقلك يا اختي. لا ما تمسحش. لا لا ما ينفعش نمسح اللي أيوة عملناه. ايوه ما ينفعش ما ينفعش. لا خد الاستيكه منه. لا ما هو راسم خلاص. انا خلصت. هو خلص. طيب اكتبي تحت بقى اتبرع ولو بجنيه. بعد الصوره دي اسمعي مني. I wanted that. مطلوب. هتاكل جامد. هي الصوره يعني ايه تمشي في المواقف دي. يا حبيبي يا حبيبي. اتفضلي يا روح. خلاص. هي رسمتك عامل قلب مفتوح يعني ممكن نلف كده نوريه. الله. ده وشه ده ايه ده؟ ده في حد حريقه. وشه ولعان ده ولا ممكن إيه؟ نشوف انت عم ايه ده؟ انت راسمها فازه؟ ده قول. لا ايه ده؟ لا دي ازازه حاجه ساعه معينه كده بس. هو بيحب. اوه ايوه طبعا. انما ايه ده؟ يا جماعه هم اللي فارق معاهم الشيب بس. برضو احنا حسينا من القعده ديت ان هم بيحبوا بعض جدا، فاحنا بنقول لهم ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض. وكانوا معانا النهارده ومنورينا احلى زوجين في الوسط الفني واطيب زوجين في الوسط الفني. عايزين نحييهم جدا. النجمه الكبيره نجله بدر.